يعطيك العافية مرة ثانية. بس لو تحكوا لزملائك وفي ناس يمكن مش عارفين أي لينك يدخلوا عليه كان يسألوا، مع إنه مبين يعني نفس اللينك. طيب نحكي عن الثري فيز اندكشن موتورز. نحكي عن الثري فيز اندكشن موتورز. احنا حكينا هو الاندكشن موتور 3 فيس هو اي سي. راح احكي الشغلات المهمه، تمام؟ وهو اوريدي موجود يعني مكتوب. الاندكشن موتورز واسعه الاستخدام، تستخدم بشكل كثير للميزات اللي بتتمتع فيها. الميزات اللي تتمتع فيها انه الكوست تاعها تكلفتها قليله، قوي، المشين قوي، تركيبه بسيط، مش بحاجة إلى مينتنس عالية، أيضا مش بحاجة إلى اكسايتيشن. هاي نقطة مهمة، واللي بتميز راح تميز طريقة أدائه. في السينكونس جينيتورز أو ماشين في اكسايتيشن كان، يعني إنك تجيب بطاريات وتعطيه فيلد وايندنج، ولكن هون مش بحاجة لإكسايتيشن، مش بحاجة، ولكن راح يكون مبدأ عمله مشابه لمبدأ عمل، مش مبدأ عمله سوري، طريقة الأوبريشن اللي له، يعني مشان ينتج لي اندوس فولتج مشابه للترانسفورمر، يعني باي اندكشن. للترانسفورمر عملية انه ينتج لي فولتج على السكندري باي اندكشن، يمر مجال مغناطيسي خلال ملفات ينتج لي فولتج، وكذلك هون باي اندكشن مجال مغناطيسي راح ينتج لي فولتج بدون اكسايتيشن، يعني باي اندكشن، تمام؟ في الكويلز. اوكي، ولكن بالمقابل لها بعض السيئات، انه سبيد كنترول مش سهل انك تعمل سبيد كنترول. خلي بالك انا بتكلم الان عن موتور، قبل شوي كنت بتكلم عن سينكونس جنريتورز عن يطلع لي باور، ولكن الان بتكلم عن موضوع جديد هو اندكشن موتورز، يعني بيطلع لي ميكانيكال باور، بيطلع لي سبيد يعني. فبالتالي السيئات انه السبيد كنترول مش سهل، انه يعمل سبيد كنترول مش سهل مقارنه اذا حب مقارنه بالدي سي جنريتورز كان مستقر، يعني تغير السبيد مع التورك اذا بتتذكر في حاله الشنط مثلا كان كويس، اوكي، انه سبيد ريجوليشن مش كثير، كان ممتاز، سبيد ريجوليشن مش عالي، تمام. فبالتالي سبيد كنترول في سيئاته انه مش سهل في الاندكشن موتور، اوكي. وايضا ستارتنج كرنت عالي ولو باور فاكتور ات لايت لودز، اوكي، هاي بعض السيئات له، ولكن هو يستخدم بشكل كبير، اوكي، روح المصانع يستخدم بشكل كبير 3 فيز اندكشن موتورز للميزات بتمتع فيها اللي حكيناهم قبل شوي، اوكي. اذا بدك تقارن الاندكشن موتورز او اندكشن ماشينز مع السينكرونس ماشينز، هنالك يعني اختلافين رئيسيين ما بدك يروح عن بالك، اوكي. احيانا مره ثانيه بذكرك بعض الشغلات تكون ببالك مهمه جدا انك تفهم التوك كامل. فبالتالي ما فيش اكسايتيشن، فيش اكسايتيشن زي السينكونس ماشين، انك تجيب بطاريات وتروح مصدر خارجي بطاريات تروح تعطيه لملفات بالروتر، ما فيش هذا الكلام، اوكي، لانه بتشكل نفس طريقه الترانسفورمر. الاندوس فولتج راح تشكل بالسكندري او بالروتر نفس طريقه الترانسفورمر، مش بحاجه انك تجيب شيء خارجي. نو اكسايتر، هاي اول شغله. الشغله الثانيه، قبل شوي كنا بنحكي انه السينكروس ماشين لازم تلف بنفس سرعه او تكون متزامنه مع الفريكونسي تاع الشبكه، والا بتفقد السينكرونزم اللي كنا بنحكي عنها قبل شوي، واللي مثال اعطيناه انه امبارح صار عندي بلاك اوت. هون لا، سرعه الاندكشن موتور ما بتساوي سرعه السينكرونس سبيد او متزامنه مع الفريكونسي، لا، سرعه الموتور الاندكشن موتور بتكون اقل من السينكرونس سبيد، بتكون اقل من السينكرونس سبيد، اوكي. لكن بالنورمال يعني الوضع الطبيعي انه يشتغل فيها
أكيد مش أقل بكثير، أقل بشوي بتكون من السينكرونس سبيد، تمام؟ سرعة الموتور بتكون أقل شوي من السينكرونس سبيد. الآن راح نشوف كيف يعني وليش. والاختلاف الآخر هو الكونستراكشن بروتر. الاختلاف عن السينكرونس ماشين الكونستراكشن بروتر، الستيتور نفس الشيء، تمام؟ الكونستراكشن اذا تتكلم عن الكونستراكشن الستيتور نفس الكونستراكشن السينكرونس جنريتورز اللي هو 3 فيز بيدخلوا او بيطلعوا وبتغذوا من كرنتس، اوكي؟ 3 فيز موضوعين بزاويه 120 درجه، هذا الستيتور 3 فيز موضوعين بزاويه 120 درجه، اوكي؟ وبتدخل عليهم كرنتس وعباره هم عن سلوتس يعني. لكن هنا الاختلاف الروتر، الروتر في عندي نوعين سيكوال كيج اور وند اور سليب رينج روتر. طيب اوكي، النوعين اللي هذول يعني في نوع منهم بتلاقيه عباره عن المانيوم اور سيو بارز، تلاقي يعني زي هيك بسموها بارز او قضبان او بالطريقه هاي، عباره عن المانيوم او نحاس، اوكي؟ هذا شكل الروتر بتلاقيه ومشرط عليهم على اطراف. هذا هو النوع الاول، انك تلاقي بارز او قضبان اوكي المانيوم او سيو وموجودين وين؟ موجودين بالروتر سلوتس، موجودين داخل الروتر، بحكي عن الروتر الان، ومشرط عليهم. فبالتالي ما في عندي ويندنجز انك تيجي تحكي لفات 3 فيز موضوعين بزاويه 120 درجه، ما فيش هذا الكلام. اوكي، فبالتالي هو بارز، عباره عن بارز ومشرط عليهم. اوكي، فبالتالي هذا الاختلاف الاول، او سوري النوع الاول. النوع الثاني الوند او السليب رينج روتر، انك بتلاقي الروتر عباره عن 3 فيز ويندنجز، الروتر 3 فيز ويندنجز، فبالتالي مشابه تماما للستيتور. هذا الستيتور عباره عن 3 فيز، هذا الستيتور عباره عن 3 فيز، وهذا الروتر عباره عن 3 فيز، فهو مشابه للستيتور. الميزة انه في هذا النوع انه بقدر في الواند بقدر احط سليب، بقدر احط ريزيستورز اضافية اذا بدي اتحكم بالسبيد. اذا بدي اتحكم بالسبيد بحط، بقدر احط ريزيستورز اضافية، فبالتالي بيلزمني سليب رينجز، اوكي؟ يعني زي حكينا المرة الماضية زي حلقات يعني، اوكي؟ فبالتالي اطلع هذا الروتور بقدر ادخلهم من خلال سليب رينجز وبرشز على ايش؟ ادخل مقاومات اضافية. اوكي anyway يعني بالتالي افهم يعني انت بالمجمل بشكل عام ان نوعين، اوكي عندي شيء بيستخدم بارز وشيء انه ما في ويندنجز، وفي شيء انه في ويندنجز، اوكي في ويندنجز وهو مشابه تماما للستيتور اللي هو عباره عن 3 فيز، اوكي. فبالتالي هذا باختصار يعني في حاله السليب رينجز روتر ما يعني قليل استخدامه لانه بحاجه لمينتنس كثير، بحاجه لمينتنس كثير، اوكي. طيب لو بدي اشوف الاوبريشن له بشكل سريع، الاوبريشن انا بحكي عن اندكشن موتور، وبالتالي موتور فبالتالي هو بيستقبل كرنتس 3 فيز كرنتس. فبالتالي لو انت دخلت على هذا الموتور 3 فيز كرنتس على الموتور، وين راح يدخل؟ في اي ملفات؟ في ملفات الموجوده بالستيتور. اذا بتتذكر امبارح السينكرونس او المحاضرات السابقه، في عندي ستيتور رسمت لك 3 فيز ورسمت لك 3 كرنتس داخل عليه، تمام؟ فبالتالي دخل 3 فيز كرنتس على الستيتور ويندنجز، اوكي؟ شو راح ينتج اللي حكينا؟ اذا دخلت 3 فيز كرنتس راح ينتج لي روتيتنج ماجنتيك فيلد، مظبوط؟ حكينا 3 فيز داخلين على 3 فيز ويندنجز، اوكي راح ينتج لي روتيتنج ماجنتيك فيلد. وايش كمان؟ كم السرعه راح يلف فيها؟ 120 اف اوفر بي، وهي السينكرونس سبيد، بلف نفس سرعه السينكرونس سبيد، سرعه المجال المغناطيسي. السينكرونس سبيد هي نفس سرعه المجال المغناطيسي 120 اف اوفر بي، تمام؟ وهي السرعه اللي كان يلف فيها سرعه السينكرونس جنريتورز، تمام؟ طيب الان هذا الماجنتيك فيلد، اوكي، راح ينتج لي في ملفات الروتر، خلينا نحكي حسب مبدا الترانسفورمر، انديوس فولتج في ملفات الروتر، اوكي، لانه عندي انا بالاخر روتر وبتحرك بلف هذا الروتر، اوكي،
وفي عندي مجال مغناطيسي بقدر استخدم احكي الاندوز فولتج هو في كروس بي دوت ال. البي هو المجال المغناطيسي، خلي بالك البي هو مجال مغناطيسي وروتيتنج، والفي هي السبيد للروتر، تمام؟ هو الروتر بلف ايضا، اوكي. فبالتالي اذا بتلاحظ في كروس البي يعني في موشن بين الروتر والروتيتنج مانيتيك فيلد، اوكي. فبالتالي احيانا قد تكون ايكوال زيرو، احيانا قد ما تكون بتساوي زيرو، الان خلينا نشوف شو الاختلاف. فبالتالي هذا اللي بدي احكي، انه عمليه الاندوز فولتج في السكندري واللي هو بيمثل هون الروتر هو باي اندكشن، مش بحاجه لاكسايتيشن، مش بحاجه اروح ادخل اجي احكي في هاي في عندي فيلد كرنت، في عندي فلكس، في عندي بالاخر اندوز فولتج اي اي. هو ما راح تلاقي اي اي كي فاي اوميجا، ما راح تلاقيها لانه فيش عندي اكسايتر، تمام. ولكن اندوز فولتج منين بتولد هنا في الروتور؟ بتولد من خلال باي اندكشن، من خلال هو الروتيتنج ماجنتيك فيلد اللي بيكون موجود في داخل المشين، تمام. طيب الان الاندوز فولتج هذا احنا حكينا قبل شوي، هون حكيت لك معلومة انه مشرط عليهم هدول ملفات الروتر، مشرط عليهم. فبالتالي اذا على اطراف قدرت انت توجد انديوز فولتج ومشرط عليهم، راح يمشي كرت لانه مشرط عليهم، مش اوبن سيركت. يعني كلمة مشرط عليهم على الاطراف معناته مش اوبن سيركت، فبالتالي راح يمشي فيهم كرت داخل الاسلاك، راح يضل يمشي كرت. فبالتالي شو راح يولد هذا؟ مجال مغناطيسي اخر، تمام. فبالتالي هذا راح يولد مجال مغناطيسي اخر، اوكي، لانه روتور وايرز ار كلوزد او شورت، تمام. فبالتالي مره ثانيه بعيد، دخل 3 فيز كرنتس بينتج لي مجال مغناطيسي، مجال مغناطيسي من الستيتور هذا، تمام، وبلف بهاي السرعه، اوكي. طيب في عندي مجال مغناطيسي وفي عندي ايضا انا عندي روترز موجود في هذا المجال المغناطيسي، راح يولد انديوز فولتج داخل الروتر، داخل ملفات الروتر. كونه ملفات الروتر مشرط عليهم مسكره مش اوبن سيركت، راح يمشي فيهم كرنت. مرور كرنت في هاي الملفات، في ملفات الروتر، راح يولد مجال مغناطيسي اخر، شو اسميه؟ بي ار. المره الماضيه حكينا التورك، في معادله التورك الانديوز تورك، بقدر استخدم K BR كروس البي اس، تمام. فبالتالي اللي بيهمني انه في عندي تورك راح يتولد بناء حسب ايش؟ البي ار واي كروس البي اس. بديش ادخل كثير بهاي الايكويشن ولا بالتفاصيل، اوكي، ولكن بيهمني اعطيك بعض الشغلات المهمه، اوكي. طيب ولد لي تورك، فبالتالي شو بصير بالروتور؟ ببلش يتحرك، تمام. فبالتالي هون حكي انا راح يتحرك للان اس، لسرعه السينكرون سبيد ات النود، لكن فعليا ما راح يوصل للسينكرون سبيد لانه في عندي احتكاك، اوكي. لكن خلينا نفهم بهي الصيغه الان، انه بتحرك لسرعه السينكرون سبيد ات النود، حط عليه شويه لود ببلش شو يصير؟ سرعته تقل، زيد اللود سرعته بتبلش تقل، وهكذا، اوكي. هذا هو باختصار مبدا عمل الاندكشن موتور. اللي بيهمني انك تعرف في سرعته مش ضروري يكون نفس السينكرونس سبيد، سرعته اقل من السينكرونس سبيد بتكون، اوكي. سرعه الروتر في الاندكشن موتور اقل من سرعه السينكرونس سبيد اللي هي 120 اف اوفر بي، اوكي. وايضا اللي بدي احكيه انه فيش عندك سايتيشن، هو بتولد باي اندكشن، من اسمه اندكشن او الحث المغناطيسي بالعربي، اوكي. فبالتالي مشابه للترانسفورمر يعني. فبالتالي هدول ميزتين بدك تعرفهم، اوكي. هذا ببساطه كانك تقراوا برضو هذا السلايدز، يعني كانك تقراوا، اوكي، لمعلومات اكثر. الان الماده او هذا الموضوع الشابتر راح يعتمد على السلب، راح يعتمد على السلب، يعني كل شيء راح يضل يمر معك سلب. طيب احنا حكينا انه في عندي سليب، معنى كلمة سليب إنه الموتور هناك فرق ما بين سرعة الموتور وسرعة السينكرونس سبيد، هاي هي معنى سليب. سليب إنه في اختلاف ما بين سرعة الموتور وسرعة السينكرونس سبيد.
السينكوس سبيد مرة ثانية بذكرك هي سرعة المجال المغناطيسي واللي هي محكومة بالفريكوانسي تاع السيستم. سرعة الموتور هو سرعة الروتور نفسه، تمام؟ في السينكروس ماشينز كانت سرعة الموتور نفس سرعة المجال المغناطيسي متزامن معه، متزامن مع الفريكوانسي. ولكن هون لا، اندكشن موتور مش متزامن. خلي بالك هذا اندكشن موتور وليس جنريتور، اوكي؟ فبالتالي بقدر احكي انه الانسلب سليب سبيد، يعني انسلب هي سليب سبيد، هي الفرق ما بينهم، بين السينكروس سبيد والروتور سبيد. السينكروس سبيد هنا كاتب لك كون برضه سبيد اوف ماجنتيك فيلد، والان ام هي الميكانيكال سبيد، تمام؟ لو بدي اخذ كمصطلح سليب كنسبه يعني كبيرسنت، بقدر احكي هو الان سليب على الان اس. مصطلح سليب قديش الان سليب هاي سليب سبيد للسليب مقارنه بالايش؟ بالسينكروس سبيد، تمام؟ لو عوضت مكان الان سليب هاي ان اس ماينس الان ام، اوكي، ملتبلاي 100% بقدر احسب من خلال هاي الايكويشن، اوكي؟ فبالتالي هاي كيف اقدر احسب السليب كنسبه يعني، اوكي؟ عاده السليب، السليب هي بتتراوح ما بين 1% ل 5% تقريبا. شو يعني بتفهم من هذا الحكي؟ يعني انه السرعه بتقل، سرعه الموتر بتقل بشيء بسيط مش كثير يعني، اوكي؟ لو كانت السليب زيرو، شو يعني السليب زيرو؟ السليب زيرو معناته سرعه الموتور هو نفس سرعه السينكرونس سبيد، ما فيش سليب في السينكرونس جنريترز. اذا السليب ايكوال زيرو معناته ما فيش اختلاف ما بين سرعه السينكرونس سبيد وال الموتور سبيد او الروتور سبيد. وهي شو يعني سليب ايكوال زيرو؟ وهي سينكرونس جنريترز يعني او سينكرونس ماشين، تمام؟ ولكن في الموتور بتكون السرعه تطلع تقريبا في النورمال، بحكي في النورمال اوبريشن، انا في الوضع الطبيعي يعني، او عاده وين بيشغلوه، ولكن بامكانه يكون اقل وبامكانه يكون اكثر. ولكن بالوضع الطبيعي لما انا يكون عندي اندكشن موتور عاده بشغله بهذه المنطقه. عارفين ليش بهذه المنطقه؟ لانه اللي قدام راح نشوف لينير، هاي المنطقه هي لينير ريجن، اوكي؟ بدي اشغله في حاله اللينير، بهمني اشغله في حاله اللينير، لانه اللينير بالاخر انت مش بسهوله تتحكم فيه. طيب هون من هاي الايكويشن بقدر احكي انه الان ام اذا وجد، اذا اعطاني قيمه السليب مثلا هالقد، بقدر اوجد قيمه سرعه الموتور. سرعه الموتور عباره عن 1 ماينس اس في الان اس من هاي الايكويشن، اوكي؟ من هاي الايكويشن بقدر اوجد، اذا اعطاني السليب بقدر اوجد قيمه الان ام من هاي الايكويشن، اوكي؟ فبالتالي الان ام 1 ماينس الاس في الان اس، اوكي؟ طيب الان لو بدنا نحكي عن الفريكونسي، الفريكونسي بتاثر ولا ما بتاثر؟ بالتاكيد، بالتاكيد راح يتاثر الفريكونسي. كيف؟ لما بحكي فريكونسي انا، انت بتعرف اي كرنت او اي فولتج ما هو مرتبط معه فريكونسي، يعني الذبذبات اللي موجوده بالساينسويد الويف فورم هاي هي عبارة عن فريكونسي، صح؟ F equals 1 over T period، مظبوط؟ فبالتالي سواء الستيتور له فريكونسي، الستيتور الفريكونسي له دائما حكينا ثابت، هو السيستم نفسه 50، في حالة بالأردن 50 الفريكونسي 50، ولكن الروتر هل بتغير؟ راح تلاحظ الآن، راح أشوف أحكي لك كيف، إنه الفريكونسي الموجود بالفولتج أو الكارنت بالروتر عبارة عن الاس من الفريكونسي تاع الستيتور. فبالتالي بتأثر بالسليب، هذا بدي أشير لك إياه، إنه بتأثر بالسليب. الاف ار هي عبارة عن الروتور فريكونسي، الاس ستيتور، اف اس هي ستيتور فريكونسي وهو السيستم اللي هو ال 50، والاس هي ايش اللي قيمة السليب؟ هل والله هي واحد بال 100، 50%، وات ايفر يعني شو ما كانت، اوكي؟ طيب مشان احكي اثبت لك انه كيف بيتغير، ببساطه الاندوس فولتج عباره عن في كروس البي دوت ال ال. الاندوس فولتج عباره عن في كروس البي دوت ال ال، مظبوط؟ البي هو روتيتنج ماجنتيك فيلد بلف،
والفي هي ايش؟ الروتور موشن، حركة الروتور، تمام؟ طيب إذا لو كان إنه الروتور بلف بسرعة الـ NS، إذا الموتور بلف بسرعة الـ NS، سرعة الـ NS شو يعني؟ سينكون سبيد، يعني نفس سرعة المجال المغناطيسي، كم هاي بتكون الزاوية ما بينهم؟ كروس في بي ساين الزيرو، صح؟ الزاوية ما بينهم كم؟ زيرو، في كروس البي. إذا الروتور بلف مع المجال المغناطيسي، بلف معه بنفس السرعة، شو بتفهم الكلام هذا؟ إنه كروس هاي زيرو صارت، ساين الزيرو، فبالتالي الاف ار زيرو. طيب لو كان إنه الروتور ما بلف ثابت، لو كان في أحد الكونديشنز، يعني إنه الروتور ثابت، فبالتالي شو راح تلاحظ؟ إنه في ساين الثيتا اللي تعطيني الماكسيموم، فبالتالي في عندي اف ار، في عندي فريكونسي. طب لو كان بلف بسرعه ما بين يعني اقل من الان اس بشوي، راح تلاحظ انه في عندي برضو اف ار تتغير. لهيك انا بحكي لك انه الروتور فريكونسي او الفريكونسي الموجود ب للمقترنه بالفولتج او الكرنت الموجود بالروتور هو محكوم بالسليب ايضا. اف روتور، روتور فريكونسي ايكوال سليب ملتبلايز ملتبلاي ايش؟ الستيتور فريكونسي، تمام؟ فبالتالي لو كان الروتور بلف بسرعه السينكرونس سبيد، معناته كم السليب هون؟ قبل شوي حكيت زيرو. اذا كان الروتور بلف بنفس سرعه السبيد، معناته السليب زيرو. فيش فرق، يعني هو بلف نفس السرعه، فبالتالي فيش فرق. اوكي؟ طيب واللي هي من الكويشن هاي كان تطلعها، يعني هاي السليب ان اس ماينس الان ام، حط مكان الان ام ان اس، كم تطلع معي هون؟ زيرو، تمام. طيب فبالتالي كم الفريكونسي بيكون هون للروتر؟ زيرو. اذا بلف بنفس السرعه فريكونسي زيرو للروتر. اوكي طيب لو كان الروتر ستيشنري او لوكت، يعني واقف ما بلف، لو كان الروتر واقف، فبالتالي السبيد كم اللي هون؟ زيرو، تمام. والمجال المغناطيسي او الان اس في لها قيمه، صح؟ فبالتالي وهي ثابت زيرو، فبالتالي كم السليب هون؟ الماكسيموم هي 1، هي 1، تمام. يعني لو عملت هون الان ام زيرو، شو بصير عندي؟ ان اس اوفر ان اس ملتبلاي 100%، كم تكون عندي السليب؟ 100% او 1، يعني 100% او 1، تمام. فبالتالي هاي السليب 1، شو راح يكون الفريكونسي هون للروتور؟ نفس الفريكونسي للستيتور. في هاي الحاله هي بتشبه الترانسفورمر بالضبط. ليش؟ اذا بتتذكر بالترانسفورمر حكينا انه الانبوت فريكونسي هو نفسه الاوتبوت فريكونسي، او الاف الموجود بالبرايمري هو نفسه الاف او الفريكونسي الموجود بالسكندري. ليش؟ ما هو كان، خلي بالك انه الترانسفورمر هو فيكست، مظبوط؟ ما بلف، صح ولا لا؟ الترانسفورمر ما بلف، ستاتيك ديفايس، مش هيك حكينا؟ فبالتالي شو كان فيها؟ الاف ار ايكوالز الاف اس. طب هون اذا الروتر هون حكي لك ستيشنري اور لوكد، ثابت ما بلف، شو يعني الترانسفورمر؟ عشان هيك شفت كيف طلعت الاف ار ايكوالز الاف اس، فبالتالي هو يعتمد على السليب. طب لو كان الروتر بلف بنورمال سبيد او بسرعه ما بين يعني 0 ل 1، الروتور فريكونسي هو بتاثر بالسليب حسب الايكويشن هاي اللي حكينا عنها قبل شوي. ولكن بدي اوجد علاقه اخرى لها. لو كتبت مكان السليب ان اس ماينس الان ام اوفر ماينس اس، هاي الايكويشن قد يكون مش واضح شوي، بس معلش يعني لو كتبت هاي السليب، هاي الايكويشن، هاي السليب مكان الاس ان اس ماينس الان ام اوفر ان اس، اوكي، ورجعت كتبت الان اس عباره عن ايش؟ 120 اف على بي، حطيت مكان الان اس 120 اف على بي، بتطلع هيك بالاخر، بتطلعها هي يعني. عشان اشتق معادله للروتور فريكونسي هي عباره عن بي اوفر 120 الان اس ماينس الان ام، هاي معادلة للروتور فريكونسي.
تمام، وهي نفس الاس ملتبلاي الاف اس، اوكي، ولكن بامكانك تنتبه برضو لهي المعادله، هي نفس الشيء يعني، ولكن احسن ما تضلك تطلع قيمه كذا وقيمه كذا، احيانا بيعطيك اياها جاهزه هيك، تمام. فبالتالي هاي بما يتعلق بالاندكشن موتور بالسليب، تعرف ان هنالك سليب يعني سرعه الموتور اقل من السينكرون سبيد، قيمه السليب هي توجد هيك، الفرق ما بين السرعتين، اوكي، ملتبلاي من 100 اوفر الان بالنسبه للناس، اوكي. الفريكونسي للروتور بتتاثر ب السليب نفسه، اوكي، هل هو كان السليب نفسه يعني هل بيعتمد حسب سرعه الروتور يعني، اوكي، هل هو الروتور بلف مع المجال المغناطيسي؟ ما فيش سليب، اذا بلف مع المجال المغناطيسي فيش سليب، ما فيش فرق يعني، سليب يعني فيش فرق بالسرعه، اذا ثابت فبالتالي الفرق هو الماكسيمم، هو هذا ثابت زيرو سبيد، فبالتالي السليب 1، واذا بلف ما بين السرعتين راح تلاحظ السليب ما بين 0 وال1، تمام. وهي الفريكوانسي هون روتر فريكوانسي ايكوال 0، وهون الروتر فريكوانسي ايكوالز ستيتور فريكوانسي. شوف هذا مثال هيك سريع، معطيني اندكشن موتور مشبوك واي فريكوانسي 60، لما بحكي لي فريكوانسي 60 شو معناه هون؟ ستيتور فريكوانسي. مره ثانيه لما بحكي لي هون سؤال هيك 60 هرتز او القيمه معطيني اياها، بتكون ايش فريكوانسي الموجود بالستيتور؟ ستيتور فريكوانسي او سيستم فريكوانسي نفس المعنى. و 4 بولز معطيني، ومعطيني 10 هورس باور، هاي باور، هاي هورس باور باور، ولكن هيك تعطى عاده كريتنج، بتحولها انت لايش؟ للوات، اوكي. و 280 فولت معطيني التيرمينال فولتج. طيب حكي لي انه هاز ا فول لود سليب 5%، 5% الفول لود فول لود سليب 5%، اوكي. طيب الان طلع السينكرونس سبيد، السينكرونس سبيد زي ما حكينا دائما هي سرعه المجال المغناطيسي هي 120 الاف اوفر بي، اف اي اللي هي ايش؟ الكتريكال فريكونسي او سيستم فريكونسي او ستيتور فريكونسي، 120 البي 4 والفريكونسي 60 تطلع 1800 ريفوليوشن بير مينت. طب الان بده سرعه الموتور، روتور سبيد، قديش سرعه الموتور؟ قبل شويه طلعنا علاقه انه سرعه الموتور الان ام هيها عباره عن ال1 ماينس اس بالان اس اللي اشتقيناها من هون، تمام. فبالتالي بتتاثر بالسليب، اوكي، الان ام 1 ماينس الاس بالان سينكرونس، بالتالي هي نفس السرعه سرعه السينكرونس، ولكن ايش؟ حسب بناء حسب السليب. اطلع الان السليب كم يعطيني؟ 5%، شو يعني 5%؟ 0.05، 1 ماينس 0.05 تطلع معي هنا 1710، قارنها بال 1800، فبالتالي سرعه الموتور اقل من السرعه السينكرونس سبيد، ولكن تطلع اقل بشوي مش بكثير يعني 5%، شفت كيف؟ 5% فقط لا غير السليب، يعني اقل بشوي، اوكي. لو كانت 100% السليب كم بتكون هون؟ زيرو حسب الايكويشن، طبقها، اوكي. طيب الان بده الروتر فريكونسي، الروتر فريكونسي طبعا ذا سيم كونديشن، دائما الروتر فريكونسي بتتاثر بالسليب اس بي الاف اي، هون رمز لها انا الاف اي الكتريكال فريكونسي هي نفسها اف اي يعني الكتريكال فريكونسي، ستيتر فريكونسي، سيستم فريكونسي نفس المعنى. فبالتالي 60 5% و 60 بتطلع 3 هرتز، شوفين كيف؟ شوفوا كيف قيمة الفريكونسي هون قليلة، قيمة الفريكونسي قليلة لأنه أساسا الفولتج هو قليل. طيب بالروتر أو بقدر برضو أستخدم العلاقة هاي بي أوفر 120 لأن سينكرونس ماينس الأن أم اللي هي هاي، أوكي، بقدر هي نفس العلاقة يعني، فبالتالي أمامك تستخدم هاي أو هاي نفس الشيء، اوكي، بتطلع نفس الجواب. طيب بده الشافت تورك، بده التورك شافت تورك. طيب هذا موتور، هذا موتور، فبالتالي بقدر استخدم
بي اوتبوت ولا بي انبوت هون؟ بي اوتبوت ما هو موتور، موتور بيطلع تورك واوميجا ميكانيكال باور، فبالتالي التورك باوميجا بعطيني البي اوتبوت. البي اوتبوت كم لهذا الموتور؟ 10 هورس باور، ولكن مشان احولها للاوميجا في فاكتور بدك او كونستانت 746 تضربها، اوكي هذا ثابت. مشان تحول من هورس باور ل وات بدك تضرب القيمه ب 746، اوكي هاي البي اوتبوت، هاي البي اوتبوت معطيني اياها. اوكي هون حكي لي ات فول لود، خلي بالك عشان هيك اخذت نفس القيمه. اوكي فبالتالي هاي قيمه الاوت باور، والاوميجا ام قد ايش سرعه الموتور اللي هي طلعت معي 1710، ولكن هاي الان اس ريفولوشن بير مينيت عشان احولها للاوميجا ملتبلاي 2 باي اوفر 60، بالتالي بتطلع الان 2 ستوك. اوكي لقدام برضه راح ناخذ امثله راح تشوف كيف برضه من ناحيه كيف تطلع الان 2 ستوك راح تكون بشكل اوضح. واضح لحد هون؟ واضح لحد هون؟ حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ صعب ولا سهل الاندكشن موتور؟ صعب ولا سهل يا جماعه؟ نكمل ولا بكفي اليوم؟ بكفي، شو رايكم؟ بكفي والمره الجايه بنكمل. مرات باي من المادة كثير شو؟ كيف؟ باي من المادة كثير؟ لا بس هاي السلايد بس فقط. ايش طويل المادة؟ لا بس مشان نعرف من كم محاضرة باي. لا لا محاضرتين اي ثينك يعني بنخلص الاسبوع الجاي. انتوا متى خلصتوا؟ خلصتوا محاضراتكم في دكاترة خلصوا وفي دكاترة لسه بيعطوا. احنا اي ثينك محاضرتين يعني، الله بعينكم كل اربعاء يعني يفترض نخلص ان شاء الله. حتى عنده اي استفسار؟ حد عنده اي سؤال اي استفسار؟ طب اوكي المهم بكر بالنسبه للبروجكت حكينا ب 30 الشهر معكم اخر مجال صح؟ 30 شهر الكل بيكون مسلم يعني بيكون ضايل عن الفاينل اتوقع 7 ايام صح ولا 9 ايام؟ اتوقع 9 الفاينل. اها اتوقع والله مش عارف 9 اعتقد 9 انتو نعم 9. بعرفش يمكن اعملكم كمان كويز مشان تعدلوا كذلك مش عارف اشوف يعني على كلنا. والله يا دكتور اظن بونص احسن لان الكويزات ما مش ملحقين يعني مش ملحقين تدرسوا؟ مش ملاحقين في طيب. فاينل لابات وفاينل مواد ثانية. طب اوكي شوف المناسب بلكي عملت كويز للجميع يعني حطيت لكم علي فول مارك ما بعرف بس انه اذا في مجال للتعديل اتوقع بونص احسن او اي شيء. هو بحكي لك انه يعني راح اعمل كويز. والله دكتور مش ملاحقين يعني مشاريع وكويزات كثير مضغوطين، يا ريت تعطينا بونص ان شاء الله ان شاء الله. طب هو هذا البروجكت ما هو بونص كذلك ولا لا؟ هو اشتغلين احنا دكتور احنا اشتغلنا. تمام اشتغلتوا بس اللي بقصده انه يعني يفترض انه الكل يفترض طبعا يفترض ما مفروض بس اذا في مجال للتحسين يعني اذا في ان شاء الله ان شاء الله بنحسن. بدكم ترغبوا انه تفضلي 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 يا شهد. دكتور البروجكت كم علامه عليه؟ 15. طب دكتور ممكن انه بدل الكويز بدك تعطينا اياه تخلي علامته على المشروع؟ بدل الكويز نخلي علامته على المشروع يعني نزيده؟ تصير علامه المشروع ونختصر كويس. أو تقسم مثلاً. ما هي بالآخر أكيد. اللي عشرة على. هي عشرة على كويز أوردي مش هيك بس اللي بس موجود 10 كويزز و15 بروجكت مزبوط. فبالتالي يعني
بالاخر هو سوى انه كانت البونص زي ما بتسموها انتو بونص، بس احنا ما بنسميها بونص، احنا بنسميها شيء ثاني. ف سواء انه على الكويز او على البروجكت نفس الشيء بالاخر يعني. اوكي يعني خلص، اذا انا عملت حطيت لكم مثلا كويزز 10 من 10 للجميع، خلص هي بونص كذلك. ما هو بالضبط. اوكي بس اذا كان في، اذا كان في نيه المقصود، اذا كان في نيه كمان كويز يكون زي هيك انه لكل اللي قدم مثلا فول مارك او اي شيء، لانه بالمره مش ملحقين جد. ان شاء الله ان شاء الله. بس انتم كذلك لا تنسوا يعني اللي ضوينكم تدرسوا على الفاينل للامانه يعني. يعني للأمانة الدراسة فقط مش عشان العلامة، عشان تستفيدوا يعني. هو الفكرة إنه إذا في دكاترة كويز مثلاً راح يكون من هان ل 30 شهر، من فترة اللي من هان ل 30 شهر في فاينالات لابات وتسليم مشاريع للمواد كلها. عشان بحكي إنه ضغط بيكون، بس بعد 30 شهر بيكون بلش خلاص نبلش ندرس الفاينالات من وقت الدراسة أصلاً بيكون الدراسة. ان شاء الله ان شاء الله بشوف المناسب. بترغبوا نناقش المشاريع ولا فيش داعي على البروجكت نفسه على الريبورت؟ اذا ما ايش ممكن نناقشه ما بعرف صراحه يعني. مشاريعكم بتناقشوها؟ مشاريعكم بتناقشوها المواد الثانيه؟ اذا لا دكتور عملي، لا ما بنناقش. اذا اشي عملي بشيء عملي يعني في زي بروجرامينج وكذا بتناقش، بس ما في. اذا ريبورتات اغلبها لا. يعني اذا كانت بس ريبورت كتابه زي ريبورت او مقاله او شيء زي هيك. يلا انتوا هذا، انتوا هذا بدكم اياه صح؟ بتكونوا تناقشوا صح؟ وش هيك ترغبوا؟ هو اسهل صراحه يعني اسهل يعني. خلاص بحط لكم على الريبورت، بحط لكم وان شاء الله يعني قدر الامكان يفترض الاغلب 15، ولكن احيانا بتشوف ريبورت بصراحه سيء جدا بتضطرش، ما بتضطر تحط له 15 صح. فان شاء الله بحط لكم على الريبورت إن شاء الله. أسئلة أخرى، حد عنده أي أسئلة؟ المادة الكورس كيف؟ الكورس كويس معكم؟ انسوا العلامات يعني مفيد نوعا ما. هو كفهم للموتورز بطريقة ثانية، لأنه الفريكونسي وتأثيرها على المسارات والفلكس وكل شيء. نعم يعني بس عندك وجهة نظر ثانية لما تشوف موتور مثلا قدامك او شيء ثاني قدامك بمبدا عمل وطريقة عمل. هو الموتور المادة واسعة يعني، المادة واسعة. ايش مالها؟ واسعة المادة بحكي يعني، ممكن فيها مجال تعمق فيها كثير. طبعا طبعا واسعة جدا 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 واسعة يعني، ولكن واحد خلص بيكتفي بشغلات معينة ممكن الواحد لقدام. لا تنسى ان حكيت لك يعني هو التكست بوك هذا ينعطى ل 3 كورسز يفترض. وكذلك الانسان خاص يعني الطالب خاص لقدام بصير عنده القابليه انه يتعلم اي شيء، يقرا لواحد بيفهم. نعم ان شاء الله. يلا نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نلتقي المحاضرات الجاي، واذا حد عنده اي استفسار تواصل معي. يعطيك العافيه، كل التوفيق. الله يخليك.